أهلين وسهلين، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين، كل سنة وأنتم طيبين. بكلمكم عن رمضان وعن الأكل في رمضان وبعض العادات، سواء الأكل سواء أسلوب الحياة عموما في رمضان. أسلوب حياتنا في رمضان يتغير 180 درجة، فالأكل يتغير، نظام نومنا يتغير، ونظام حركتنا يتغير. أول شيء الأكل، إن إحنا نشوف يعني قبل رمضان الناس يتسابقون على السوبر ماركت وعلى أماكن التخفيضات المواد الغذائية ويشترون بكميات كبيرة، يعني كأن الناس في سباق إنهم يعني يشترون أكل قبل ما يخلص، والأكل متوفر طول السنة والمواد هذه متوفرة طول السنة. وأعتقد أن هذه العادة تكونت يعني من عصور قديمة، أن الناس كانوا في رمضان أو في أي زمن يعني وفي أي وقت يأخذون الأغذية ويخزنونها عشان ما تخلص. الحين الأغذية متوفرة طول السنة ومتوفرة طول رمضان، لكن التجار يسوون يعني فاهمين طبيعة الناس فيعملون تخفيضات لجذب الناس في رمضان، وللأسف إن إحنا انسقنا وراء العادة التجارية هذه. يعني هي عادة يعني للتاجر يزيد دخله، فإنه يسوي تخفيضات ويسوي عروض قبل شهر رمضان عشان يكسب زباين أكثر ويبيع منتجات أكثر. فهذه العادة هي عادة رسخوها في يعني راسنا. أول شيء إنها عادات قديمة، كانوا الناس يخزنون الأغذية، وثاني شيء التجار استغلوها عشان يزيدون يعني رؤوس أموالهم. فإحنا للأسف يعني أخذنا العادة هذه وصارت موجودة ويتوارثها جيل بعد جيل. وعشان نقضي على العادات السيئة هذه من شراء كميات كبيرة من الطعام وتخزينها وعمل كميات كبيرة من الطعام، لازم إحنا نتغير عشان الجيل اللي بعدنا يتغير، أولادنا وبناتنا لما يحافظون على العادات هذه برضو حتزيد عندنا مشاكل السمنة ومشاكل السكر ومشاكل الضغط بسبب كميات الأكل الكبيرة اللي إحنا نسويها في رمضان. المشكلة الثانية هو قلب نظام اليوم كله، إن النظام يصير إن نسهر بالليل وننام بالنهار. والحجة وش هي؟ الحجة إن إحنا في يعني ما نقدر ناكل في النهار، فنسهر بالليل عشان ناكل ونشرب، وننام بالنهار عشان ما نحس بالتعب ولا نحس بالجوع. بينما هو المطلوب انك تحس بالجوع اصلا، المطلوب في رمضان الصيام انك اصلا لازم تحس بالجوع ولازم جسمك ياخذ راحة من الاكل ويعني ينظف نفسه، يعمل صيانة وتنقية لجسمك من الاكل طول السنة. فهو هذا المطلوب دينيا وطبيا وصحيا، ان الواحد يجوع في رمضان ما يتجنب الجوع. وصاروا الناس يطالبون ان ما تكون فيه وظائف يعني شغالة في النهار، وان ما تكون فيه مدارس، وان تعب علينا، وان حر، يعني حجج كثيرة انه عشان الناس يبغون يسهرون في الليل وينامون في النهار عشان ما يحسون بالجوع، وبالليل يشربون ويأكلون على كيفهم، ناسين مضار السهر الكبيرة. فإحنا بدل ما نستفيد من النوم في رمضان ونستفيد من الجوع في رمضان ونحافظ على حركتنا الطبيعية ونستفيد من شهر الصيام، صرنا بالعكس، يعني صرنا ناكل بالليل اللي هو أصلا مهم مفيد ويعني ومضر للجسم، وصرنا نسهر والسهر طبعا مضر للجسم، وراح أتكلم عن السهر إن شاء الله في فيديو الحالة. وكذلك العبادة، يعني هو الصوم يعني ودينيا الصوم عبادة، فما يصلح انك تتلافى الجوع وتتلافى التعب وتتلافى كل الاشياء اللي مفروض انك تحس فيها في رمضان وتسهر بالليل وتنام بالنهار. الشيء الثالث هي اخطاء الاكل. احنا في رمضان اول شيء ان احنا نشتري منتجات كثيرة، واغلبها طبعا انتم عارفين يعني كلها عصائر وسكريات ونشويات ومواد مقلية، عصير التانج، عصير البيمتو، وبعدين السمبوسة كل يوم اللي هي طبعا نشويات كل يوم، الفطائر معجنات ونشويات كل يوم، الكنافة،
المهلبية، الكيك، القيمات اللي مقلية في الزيت، كل هذه الأشياء تكثر في رمضان. يعني زودنا النشويات وزودنا السكريات وسهرنا بالليل، فيعني مضار للجسم لا تعد ولا تحصى، مع أن للأسف المفروض أن احنا نستفيد من الصيام ونعدل كل الأمور هذه. نظام الأكل برضو تكون المعدة صايمة يعني حوالي 15 ساعة، وفجأة يجي كمية كبيرة من السكريات العصائر وكمية كبيرة من المعجنات والنشويات والمقليات والزيوت، وبعدين تجي وجبة رئيسية، فالمعدة ما تقدر يعني أنها بعد صيام 16 ساعة أو 15 ساعة تتفاجأ بالكمية هذه، فيصير فيه تلبك معوي وعدم هضم وغازات وانتفاخات، وممكن يصير إمساك، ممكن يصير إسهال. هذا في الفطور. في السحور يصيرون الناس قبل ما يأذن وقبل ما ينامون يأكلون كميات كبيرة من النشويات أو من مثل الكبسات والمكرونة والمعجنات، وكمية كبيرة من الشاهي والقهوة، وكمية كبيرة من الموية، وبعدين يروحوا ينامون. الشيء الثالث اللي هو الحركة. الناس طبعا يعني خلال النهار يكونون يعني يا أما نايمين يا أغلب وقتهم يا أما قاعدين، عشان يتلافون الحركة وكذا، خايفين أنه يعني يتعبون وخايفين من الجوع، وبالليل طبعا جلسة وأكل، فتتلاشى أمور الحركة في رمضان. الناس ما عاد يسوون يعني نشاطات، ما يسوون رياضة، وهذا طبعا يعني زيادة يعني على الأكل اللي ما يكون مضبوط. فطبيعي أن الناس يحسون دائما في رمضان بزيادة أوزانهم، لأنه سهر وأكل كثير ومليان سكريات ونشويات، وبرضه ما في حركة. فوالله أنا أعرف أن أغلب الناس عارفين المعلومات هذه، ويعني كثير يسمعونها المعلومات الصحية، لكن عاداتنا وتقاليدنا اللي تعودنا عليها لازم نحاول أن احنا نغيرها شوي عشان نحافظ على صحتنا ونحافظ على جو رمضان اللي هو المفروض أن يكون صحي، سواء جسديا أو روحيا. وكل سنة وكل رمضان إن شاء الله وأنتم بصحة وعافية.